ماشي كيف يمكن استرجاع، حنا كنسترجعوا الفلوس. كاين حصه ديال ممكن استيراد بحدود 50,000 طن ديال السكر الصافي، هذا السقف. وكاين شركه ديال اللي كتكرر السكر تتصفي، هذه ملي كتستورد السكر الخام ما كتاديش الواجبات الجمركيه. شويه الصوت سيد الوزير، الصوت ايوا كبروا هادشي ديالكم غير حتى انت قرب قرب شويه الميكرو قرب قرب شويه لا بدا ما تصبر غير حنا اللي نصبروا حتى انت. إذن اما المستورد عنده داك الاستيراد تنقارنوه شحال ادى في الواجبات الجمركيه كيسترجعها، وكيسترجع القيمه المضافه ديال داك العمل اللي قام به باش يصدر. اذا الدوله كتسترجع هاد الفلوس، باغي الناس اكثر يصدروا. اذا خاصنا نسهلوا من المساطير وربما نرفعوا من داك السقف ولا نلقوا حلول اخرى باش الناس يستمروا في هذا المجال باش نبداو نكونوا مصدرين السكر. راه المغرب القيمه ممكن يكرر يصفي السكر بواحد القيمه قل من الاوروبيين، اذا ممكن تكون عندنا قدره تنافسيه مع الاخرين. اذا الفلوس الان كنسترجعهم ولكن داك الشيء قليل. وغيكون هاني المدية غترجع لجهة الفقراء، راه الساقية مهرسة دروك. المدية ما عارفينش المدية، راه المدية بما دير جايب الساقية فيها الماء، وإن راه دوروه لشي حاجة أخرى شي جهة أخرى. خاصة نقادو المدية تمشي للفقراء، هادشي ديال صندوق المقاصة ما نمشيو إن شاء الله من هاد الحكومة حتى نقادو هادشي.